للتفضل بإلقاء كلمته. مناضلات مناضلي حزب الاتحاد من أجل الجمهورية في بوتليميت، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام على هذا الأرض، والسلام على علمائه، والسلام على أعلامه، والسلام على تاريخه، والسلام على حاضره، والسلام على مستقبله. نصرك الله وأيدك بنصره. النصر هذا كلام جيد ومقنع. السلام على أجيال بوتليميت إبان التأسيس وهي ترفض التهميش وتساهم بحرارة في صياغة تاريخ ومستقبل البلد. والسلام على أجيال اليوم في بوتليميت وهي ترفض أنها تعيش على أصيبة التاريخ وتجي وتشارك في صياغة مستقبل البلد. السلام على الشباب اللي ذا هو واللي واقف مصر على المشاركة ومصر على ما يبقى على الهامش. شاكركم جزيل الشكر للشباب اللي هو اللي راعي فيه اليوم يصنع مستقبل بوتليميت ويصنع مستقبل موريتانيا بكاملها. شاكر النساء في بوتليميت على مساهمتهم الفعالة والموجودة وقاعدات اليوم وواقفات ومصرين على انهم يصنعوا التاريخ ويشاركوا فيه. وندى اللي موحول فيه خالق شي من الناس يدوركم تعودوا على هامش التاريخ، خالق شي من الناس يدوركم ما تساهموا فيه، وهم يدير الاعضاء بينكم مع موريتانيا الاخرى. اكدوا له واكدتوا له اليوم ونعرف انكم تدوروا تاكدوا له الصبح ان صياغه مستقبل موريتاني ما يقدر يصح من دونكم، وانكم ماكم قابلين يكونوا تعودوا مشاركين فيه. وان دعاه تعطيل الديمقراطيه لا مكان لهم في بوتليميت، وان دعاه توقيف عجله التاريخ ما عندهم مكان في بوتليميت، وانكم مصرين على الحضور والحضور الايجابي في التاريخ الموريتاني القادم والحاضر، صياغة حاضر للبلد اللي هو وصياغة مستقبله. هذه الإصلاحات اللي جايينكم فيها اليوم مناسبة لأني كيف طلبوا مني الإخوة مرحب بالوفد المرافق هون ومرحب به في المدينة اللي هي، ومؤكد للوفد وقيادة الحزب اللي جاءوا هون إن البوتليميت كاملين داعمين الرئيس محمد بن عبد العزيز. وراعيهم قدامكم، وراعيهم حاضرين قدامكم وشهود، وانهم داعمين الرئيس عن قناعة ما هو عن خوف ولا هو طمع. بهلي هذا النظام اللي هو كيف قلت اليوم في وادي الناقة حقق للموريتانيين ولا هم خايفين ولا هم طامعين، وراعيهم جاوا حقق لهم الأمن وحقق لهم الحرية وحقق لهم التنمية. وهذو المسائل اللي هما عجزت عنهم الناس الاخرى اللي تتكلم اليوم واللي راهي تحاول تحشد فلولها، عجزت عن توفرهم، عجزت عن تامن من خوف، وعجزت عن تطعم من جوع، وعجزت عن توفر الحريه للناس. وذا النظام اللي هو بقياده الرئيس محمد عبد العزيز هو اللي اطعم من جوع وامن من خوف، وهو هو اللي صنع التنميه للبلد اللي هو اعطى الحريات، وهو اللي امن البلد في وقت كانت فيها اولاد البلد يكتلوا في المقيطي في الغلاوي في تورين في نواكشوط حذلاق يختطفوا خطاره. هو اللي امنه وهو اللي حقق معدل نمو كبير واطعمه من الجوع منين كانت الناس كامله عايزه وتقول لكم انها اذا ما عندها ندوة وانها ما عندها ما يعطي الله تجي اسحاب. وهو هو اللي وفر الحريات. وخونا مأموريته لولا ما فيه معتقل سياسي، وخونا مأموريته لولا ما قط حل حزب، وخونا مأموريته لولا ما قط صادرت صحيفه ولا قط وقف صحافي ولا قطوا ضايقة حريات، وعشنا العشنا من المأمورية الثانية في نفس الجو. وكيف قلت وفاقعتهم مأمورياتنا ما فاتعات واقفة ونظامنا ما فاتعات منتهي، ومستمرين مستمرين مستمرين بيكم ومعاكم. يا قيد ما أنا لا ينعدلوا ما هوش موافقين أنتم عليه واخر من صناديق الاقتراع، ولذاك يحترم إرادة الشعب. ومنين دعيتهم في القوارب ليعتذروا لكم راني مكررها عليهم وطالبهم اليوم في بوتليميت يعتذروا له البوتليميت. جزاك الله خير. يعتذروا لهم عن ذا اللي متواسينهم يتكلموا باسمهم، ويعتذروا لهم انهم واقفين في وجه اصلاحاتهم الدستوريه، ويعتذروا لهم انهم هامهم يهمشوهم وهامهم يخلوهم على هامش تاريخ للبلد يشتروا شيء من الماضي، الماضي اللي مهم واللي هو ما يشكل لهم اعظام ساهموا به فعاليه
ومازالوا لا يساهموا ومستعدين يساهموا. إذا مسوقي عليكم والله ورائكم. أنا باسمكم ونبقيكم إلى عاد مفوضين فيها تقولوها. مفوضين نعم، مفوضين نعم. وفقعتهم راهلكم في القوارب مؤكدين تمسكنا محمد والعبد العزيز ومتمسكين به بمعنى بمعنى القاصدين احنا وبالمعنى القاصدين هو. يوم 5 كيف قالوا الاخوه لا يعود نهار يصنع التاريخ ودار البوتليميت يعود الاوائل في صناعه التاريخ ومؤكد لهم ان مازال فهم يوسر من اصلاحات ولا هي واقفه ذيك الاصلاحات على يوم 5. يوم 5 بدايه مرحله من التاريخ الموريتاني ندوروا فيه نعودوا عندنا اليد الطولى والمساهمه الكبيره فيه وما بعد يوم 5 متاكد من حضوركم فيه وتستمر الاصلاحات ويستمر النمو ويستمر الامن وتستمر التنميه وتستمر الحريات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.